أربع باقات ورد يا أبو صالح لمن تهديها؟ لأن شارفنا على قرب نهاية. بعد لا أبد لا أنت هنا. أبشر. خلك فشل. أبو صالح. ثلاث. أبو صالح. أتبع أخينا. أربع باقات ورد. أتبع أخينا طبق الأصل. بدون تفسير وبدون ابدا ما شاء الله وافي وكافي وهذه اللي يقول كين على فك يعني تبارك الله وافيه وكافيه والله يجملكم ويجمل الجميع وهذه القناه المباركه تبارك الله امورها قديمه وطيبه وتذكر وتشكر ولله الحمد وهذه البطاقات يا ابو نايف علومك طيبه بها والحقيقه نتبع الشويب وعلمك طيب وعلمكم غانم كل ابوك نعم ابو محمد كذلك عد بس ماشي عطني في السنه شوي طيب اكتب لي سم عندك ابو محمد ابو عبد الله سم اربع باقات ورد لمن تهديها اربع باقات ورد اربع باقات ورد انا عندي خمس طيب ما لو زدت خمسه خير من الله زياده خير زياده خير ان شاء الله نعم اولا اشكر الله سبحانه وتعالى اولا على هذه النعم العظيمة ونحن فيه الحمد لله نرفل بالأمن والأمان بفضل الله سبحانه وتعالى والصحة في الأبدان الحمد لله هذا أمر يعني عظيم حقيقة الأمر الثاني وهو الباقة الثانية نهديها طبعا لخادم الحرمين الشريفين ولي عهده حفظهم الله على ما يعني ما يسر الله الأمور على يديهم في أمر الأمن والأمان بفضل الله جل وعلا أولا وآخرا وأمر الحجاج والمعتمرين وما يعني ينعمون به اليوم من الأمن والرخاء في هذه البلاد المباركة المقدسة فمن يرى هذه الجهود سبحان الله ويعيش فيها وأنا عشت يعني مع الحملات يعني شيء ما يقدر بثمن وهذا أمر ما يفعله أحد يعني ما يفعل واحد حتى يعني المملكة الأولى في إدارة الحشود للسنوات يعني 3 ملايين في وقت واحد يعيشون بكل يسر وسهولة فضل الله وكل شيء ميسر هذا ما يفعله أحد هذا فضل الله جل وعلا وبهذه الدولة المباركة قدم هذا الشيء كله بفضل الله جل وعلا وما يريدون إلا ما عند الله سبحانه وتعالى الباقة الثانية أهديها للوالدين للأم والأب أسأل الله أن يعني يحفظهم وولديكم والدي أجمعين والأحياء منهم والأموات أهديها لهم الوالدة والوالد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويفرج عنهم ويمتعنا بعافيتهم وصحتهم ومن هذا المنبر يعني أسلم عليهم وأقدم لهم السلام والشكر على ما قدموا لنا ولأبنائنا ولأبنائهم الباقة الثالثة أقدمها لقناة الواقع والرابع الوقت الواقع علي التي يعني بذلت جهد مشكور حقيقة كبير جدا في هذه البرامج المميزة الممتازة حقيقة وأنا أقول صراحة من هذا المنبر أني أنا أقول ولدت في هذه القناة الواقع أنا مولود في هذه القناة فأعتبرها أما لي فأعتبرها أما لي صراحة في إظهار يعني هذا البرامج الجميلة المباركة والقناة والباقة الأخيرة نقدمها للمقدم البرنامج الشيخ أبو نايف حفظه الله ورعاه جزاه الله خير فحفظه الله ورعاه على ما قدم وعلى ما شاء الله ما تابع وتعب يعني وتحملنا جزاه الله خير تحملنا في يعني لقاءاتنا وتحملنا في أسئلتنا وتواصلنا معه فأسأل الله أن يبارك فيه ويبارك في عمره وأولاده وعمله وأن تقبل منه ومنكم جميعا الله أعلم وصلي وسلم على رسول الله جزاك الله خير أبو ماجد أربع باقات ورد لمن تقدمها والله أول باقة أهديها إدارة القناة ولكم على ما قدمتموه من إضاءات كلمات نيرة وتذكير وشعر فهي باقة فالباقة أكيد مجموعة زهور وزعناها على الإدارة
وعليكم وعلى الطاقم اللي خلف الشاشات اللي خادميننا جزاهم الله عنا خير الجزاء. وعنوانها جزيتم خيرا. الثانية ثاني باقة طالت عماركم لكل محب للخير وكل منصح وكل غيور على قيم وعلى شعائر هذا الدين. وثالث باقة لكل متسامح صدره رحب حليم. والباقة الرابعة نهديها لإخواننا المشاهدين وطول صبرهم وطول وقتهم اللي يحبسونه للاستماع في برنامجنا. ولا ننسى أن نقولهم لا تنسونا مصالح دعاكم. وهذا والله الصلاة والسلام على نبينا محمد. ومحمد أربع باقات ورد وكيد عندك أربع باقات عندك أبيات. الباقة الأولى نعم لشريكة حياتي أم محمد هذه تقدم لها في المقام الأول. الباقة الثانية لجنودنا البواسل المرابطين على الحدود. يا سلام. الباقة الثالثة للقناة والعاملين فيها عموما. الباقة الرابعة نقدمها لأبو يزيد نقول شكرا جزيلا يقدم خص لجل جمال. شكرا جزيلا يقدم خص لجل جمال وأهل العطور الثمينة بينا عطرها هديتك جبتها من ود من دون مال وأهل الكرم ما يغير مدها عسرها جمال جملك ربي يا كريم الخصال يا أبو يزيد الكرم نعمة وجب شكرها. سلام عبد العزيز. أربع باقات ورد لمن تهديها؟ في مشاعر ختام الختام مسك الختام مسك ورد يا أبو عبد العزيز. نبيه أربع باقات ورد لمن تهديها؟ والله أول باقة ورد أهديها لأمي أم إبراهيم أمي العندل الثبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يسعدها وأن يجزيها عنا خير الجزاء في من تعبت هي ووالدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه. كانت دائما تدفعنا في مجالس الخير وفي العلوم الطيبة في مدارس التحفيظ في كل علم طيب كانت هي خلفه حتى يعني في صلاح الوالد وهداية الوالد. كانت أمي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيها عنا هي كانت سبب رئيسي في هداية الوالد قبل يعني 40 سنة تقريبا. وكانت بالدعاء وكانت يعني في التربية والحرص علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيها عنا خير الجزاء. أما الوردة الثانية فأهديها لأخوي إبراهيم أبو صالح العضيد والمحزم. وكان يعني في حياتي من بدايتها إلى اليوم وأنا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل أبو صالح ولا يعني موقف مر علي إلا تواجد معي بجاهه بماله. دخلنا في هذا المجال مجال الإعلام. وأقول أنا يمكن الإعلام اللي الله وفقني فيه تواجد الواسطة وواسطتي أخوي إبراهيم الله يجزاه خير. يعني دخلنا في هذا السلك ما كان عندي خبرة ولا كان عندي أي مقومات ولكن كان التعزيز وكان أعطاني الحرية. وكان عندك مواهب مدفونة وظهرت والله. صقل المواهب. إيه صقلت المواهب. الله يسعدكم. والله بجلسة معكم تعلمت ولا من أول أنا جايب قراطيسي ولا بطراقيسي على الله يسعدكم. هذه الثانية. الثالثة. أنت متورطنا في الثالثة والرابعة. أيوه. الله يسعدك ويبارك فيك. أما الباقة الثالثة فأهديها لك يا أبو نايف. أقول لك شكرا. شكرا يا أبو نايف. خدمت في هذا البرنامج. قدمت اجتهدت كنت الرجل المثابر الرجل تحب النظام تحب الترتيب ما تحب أحد يأخذ حق أحد. نظام جميل جدا. يعني لو لاحظتم في حلقتنا كل واحد تكلم ولو زود الواحد كيلة شوي قال بنرجع لك.
روح. والباقة الرابعة أهديها لجميع الأعضاء، تواجدهم معنا، حرصهم، خطواتهم، اهتمامهم، كلهم يعني يراسلوني على الخاص أو على الجروب اللي موجود عندنا، جروب قناة الواقع، من اقتراحات، من أفكار، حتى وصلنا بهذه الصورة الجميلة التي تليق في ذائقة المشاهد وفي ذائقتكم، وجزاكم الله خير. انتهت الباقات الرابعة للجميع وللمشاهد الكريم، باقة خامسة. أنا أعطيت أربع باقات. هذه تطلع لبدية. ها؟ هذه زيادة هدية. زيادة بدعة. والله كان في باقة بعد واحدة. أبو يزيد. أبو 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 نايف. لو نسمع بس بيتين من من سالم تواجده لوحده معنا. أنا بس تواجده لوحده معنا يا أبو. أبنتي شف. وهو طبخ لنا الطبخ الله يجزاه خير. فودنا نسمع منه بيتين يا ابو بيض الله وجهك. بس انت يا ابو حاتم نرجع له شلون لازم ربكم. لازم يمشي السيره عشان 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 بيرجع يرجع علشان نعود له ابو من الحمد لله ما تبع عسكري ولا غرد العبده. انا كنت عسكري ابو، انا كنت عسكري ورئيس قسم والله يعين الافراد اللي عندي. نحاول نتوسط ابو ابو معدي ما قدرنا. ابو من ابو معدي ابو معزي سب عطنا أول شيء أربع باقات كرة ورد وعقبنا عطنا القصيدة. ما بخلاف جعلك تسلم. أسلم. أربع باقات ورد. أول شيء الباقة. لمن تهديها؟ الباقة الأولى هديها لأمي نبتة بنت علي بن عريج الزهيري، وأفتخر إني أذكر اسمها في كل مكان. والله. والباقة الثانية أهديها لعمي الشيخ سالم بن معدي اللي احتواني بعد وفاة والدي جعله في الجنة، وأنا أعتبره والدي إلى الآن. يا سلام. وله الفضل علي الكبير تواجدي في هذا البرنامج والمنافسة مع خواني جعل ربي يطول عمارهم. يستاهل. كم قدرات انتين؟ باقي ثنتين. باقي ثنتين. الباقة الثانية ما يحتاج. الثالثة أهديها لأبونا الشيخ إبراهيم بن صالح الحسين اللي جعل ربي يطول في حياته، اللي يحتوانا يا شباب هذا المجتمع واحتوى شباب الخليج عامة. ويومي قال طلع مهاراتنا وثقافتنا وجعلك في الوجود يا ابو صالح والله يكثر من اشكالك. الباقه الرابعه ما يحتاج لك يا ابو عبد العزيز وتلبو ولا ولد. الله يسعدك ويرضى. من يقول جعلني مشارك لبيه قصيده قصيده. والله يطول عمر السلامه. انا مجتمع مع اخواني في منافسه هنا نسخه مراجل، جعل ربي يطول عماركم وعمارهم، وخواني احبهم لون كل واحد من كل ديره. وجا البارح موقف تعرفون، قلت احنا على نهاية البرنامج وبكره الحفل الختامي. الجماهير الله يجعل ربي يطول عمارهم ولا يهينهم على مجهودهم معنا، يصلحوا التصاميم للمتسابقين بدايته من البرنامج لنهايته. أرسلوا تصميم لي والله هذا وجعني، جدد الذكريات في بداية المسابقة وذكرياتي مع خواني تحت الهواء وفوق الهواء، مزحنا ونومنا وعلومنا الطيبة. ما شاء الله. صلحت لي أبيات أسلم. بسمعكم إياها تجمع كلها زينها وشينها. ما يجي من كل الزين. قلت أتهيض شاعر الغربة يغني ما حوى القوسين، يصور ما حوى صدره حطام بيوت من هارة، يترجم لعة الغربة يهيجن والعرب ممسين، يسامر دله وما قدر يزود في حطب ناره، تغرب عنها له ورضه وعاده بول العشرين، يجاهد في طلب رزقه قنوع ما الله اختاره، تغرب عنها له ورضه وعاده بول العشرين، يجاهد في طلب رزقه قنوع بما الله اختاره، وراح وراحت سنينه وقده واصل من الحين، ثلاث عقود من عمره وشيب الراس، ثلاث عقود من عمره وشيب الراس له شاره، وباقي واقف وثابت وشايل في يده درعين شموخ وشيمه ورفعه وشان عزه مقداره، توشح بالصبر بشت وتحزم ببندق وسيفين، تحلى بالذهب صمت مبيع خافية أسراره، يحاول يخفي الضيقة يكابر ما شكاها لين غزاها من الحزن جيش، يشن بصدره الغارة يدك بسورة الأحداب، يدك بصدره من سنين وصاحب صوتها الخافت يترجم بيت بشعاره، أنا ذاك العزيز اللي تغرب والتغرب شين، وأنا ذاك الغريب اللي يغني شوق لدياره. سلامتكم جميعا. صح لسانك إن شاء الله. ربي يطول عمرك. واللي جاكم خصم في القناة تراه من أبو عبد العزيز. يا رجال ما أنا خصم من الحين. لا أقول لكم اليوم اللي ما يفوز منكم يعرف عبد العزيز هو السبب، لأن يصوركم وفي الخفي خصمون عليكم، فعندكم إياه. أخذوا حقكم من اليوم انتهت. ودك يا طويل عمر السلامة هنا. الله يسلمك. فيكم من أشكال أبو عبد العزيز. أبو يزيد. ربي يطول عمرك. أبو يزيد أربع باقات ورد لمن تهديها؟ أنا أقول سلمك الله الأربع باقات ورد أهديها. أولاً
لوالدتي مكية بنت حسين الخياط وهم من أهل الحجاز، كانوا قضاة في الحجاز، وأسأل الله عز وجل أن يشفيها ويعافيها ويمتحها بالصحة والعافية. فقد تعبت كثيرا يعني، وهو حال أمهاتنا جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ من كان على قيد الحياة ومتعب بالصحة ويمد في عمره، ويغفر لمن توفى ويرفع درجاته في الفردوس الأعلى من الجنة. أما الباقة الثانية فيهديها لأم عيالي أم يزيد، لأنها يعني هي ليست شريكة حياة فقط، بل شريكة يعني نجاح وشريكة حياة، وكانت سبب بعد الله سبحانه وتعالى فيما أنا عليها الآن. فيقولون وراء كل رجل عظيم امرأة، فنسأل الله سبحانه وتعالى يجزيها خير الجزاء وزوجاتكم أجمعين. أما الباقة الثالثة فهي لمتابعينا وعملاؤنا، فلولا الله سبحانه وتعالى لما وصلنا لهذه المرحلة ولهذا الذكر الطيب عند الآخرين، فهم شركاء نجاح وهم أوفياء الثقة. الرابعة حقيقة لهذا الجمع المبارك وهذه القناة اللي لها أثرها في المجتمع عند الجميع، عند الصغير والكبير والرجل والمرأة والشاب والفتاة، فلها يعني بصمات تذكر فتشكر. فأقول للقائمين عليهم على هذه القناة والموجودين فيها والعاملين ومن خلف الشاشات، جزاكم الله خير الجزاء وسلامتكم. الله أبو خالد، أربع باقات ورد لما عاد بقى معنا الوقت قليل جدا، ورد فيديوهاتنا بنعرضها، أربع باقات ورد لما تهديها أبو خالد. إن شاء الله نحمد الله ونشكره سبحانه على الجمعان وتعرفنا على الوجهة الطيبة وزمن الحوادث القائمة اللي استفدنا من كل شيء. الحقيقه الباقه الاولى اهديها للوالد الله يطول عمره ويشافيه ويعافيه، والاخواني واخواتي واسرتي. الباقه الثانيه اهديها لكل العاملين في هذا الوطن الغالي، وخاصه جنودنا البواسل على الحد الجنوبي. الباقه الثالثه لكل العاملين في هذه القناه، من رئيس مجلس الاداره ونائبه ابو عبد العزيز وكل العاملين والمشاهدين الكرام. الرابعة هديها لك يا أبو نايف مقدمنا والعسكري مشي النظام، الله يوفقك يا أبو نايف، ومك استفادنا واستفادنا من توجيهاتك وتعليماتك. والباقي الخامس اسمحوا لي أهديها لأخوي أبو حاتم اللي رفقنا خلال الفترة هذه يوم الاثنين على تقديمه، وكان عنده ريحية وعنده يتحملنا ومخلينا براحتنا، ما يطبق النظام مثل أبو نايف، وكل منهم له بيسته. الله يوفقكم الاثنين وسلامتكم. سلامتي ابو خالد. سلام الله وتبارك الله. طيب انا ماني بمهدي باقات، ابهدي دعوه ان الله يجزي خير ويوفق ويسدد ويبارك بكل من وجهت له الباقات اللي سمعناها واللي بيقولها ابو حاتم. امين. اختصار وخير الكلام ما قل ودل. نسال الله ان يوفق. ابو حاتم اربع باقات ورد. اربع باقات، الباقه الاولى لا منازع فيها للوالده. أيوة. الله يحفظها ويشفيها من كل مرض. آمين. اللهم آمين. أما الباقة الثانية فأهديها لكم أحبائي الغالين واللي حضرتوا في هذا المجلس اليوم، على رأسكم أبو نايف جزاه الله خير، فبيض الله وجيهكم على حضوركم وتشريفكم لنا صراحة. الباقة الثالثة لأم حاتم وأم هشام زوجتي الغاليتين. الباقة الرابعة لأخواني الغالين الأخ شريف غباشي وأحمد غباشي المخرج ومهندس الصوت، والذين صراحة يعني ما قصروا حتى أبرزونا للمشاهد بهذه الصورة الجميلة. فالله يوفق الله يوفقنا لما يحب. كذلك انا اهدي اربع باقات، الباقه الاولى لوالدي واهل بيتي هم كانوا السبب والدعم الرئيسي، الباقه الثانيه لولي امرنا خادم الحرم الشريفين وولي عهد الامين والشعب السعودي على ان احنا ننعم بهذا الامن، هم يسهرون ويتعبون وحنا نرقد امنين بفضل الله عز وجل. الباقه الثالثه لكم انتم، وأنتم كنتم السبب في إنجاح هذه الفقرة. والباقة الرابعة للقناة من إدارة وعاملين على يعني خربت علي
يكلمني في الربيز. الباقة الرابعة هي للقناة والعاملين فيها من إدارة ومن كانوا سبب في إنجاح هذه الفقرة. وفي رسالة من الكويت من أبو مشعل العنزي في العنزي، ونقول أحسن الله عزاك في ابن عمك، والحقيقة ما درينا إلا من أبو خالد. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ كريم أبو نايف، جزاكم الله خير على تقديم التعازي بوفاة ولد عمي رحمه الله رحمة الله عليه، وتحية وتقدير للوالد أبو نايف، وفرحان اليوم للوالد، فرحان فيه اليوم. فيقول: تقدير للوالد أبو نايف. هو يبي وصالح وقال أبو نايف. اي نعم، الوالد. انا قال أبو نايف حسب من هنا، قلت شايب الحين ولا شكرا.